اما بالنسبة لاتهامك له بالارهاب، فبحب اقولك انه طلع قرار من المحكمة العسكرية بتبرئته، وهذا القرار كان كلا بالإجماع، يعني بإجماع 5 قضاة ورئيس المحكمة العسكرية، وهذا الأمر موثق بمستند رسمي موجود على صفحتي على تويتر، ورقة رسمية من المحكمة العسكرية، ونفس الأمر ونفس الحكم بالبراءة حصل عليه فضل شاكر من قتل ضباط أو عناصر أو مشاركة بمعركة عبر هذا الأمر. هذا مستشار الفنان فضل شاكر حسين خريس يرد عليك شخصيا. السؤال بقول شيء على لسانك، انا لطيفه تونسيه قمت بالاطلاع على ملف فضل شاكر قبل التصريح ضده، نعم ام لا؟ اطلاع الملف لا، لكن انا تابعت الاعلام اللبناني وشفت ام الشهيد اللي طلعت، طيب وحصل اتصال بابن محمد ابن الاستاذ فضل شاكر اللي انا بحبه واحب صوته، بعت لي على الانستغرام وبعت له قلت له ارجوك لو عندك ما يثبت براءته انشروه وانا هكون اول واحدة تنشره. طيب خلينا احنا نعم ولا هنبين، لكن ابى اسال سؤال. انت على لسانك نقول انا لطيفة ما زلت اعتبر فضل شاكر ارهابي ولا يجوز ان يعود للغناء، نعم ام لا؟ لا طبعا يعود للغناء، بس قبل ما يعود للغناء لازم يحدد موقفه مع القضاء. انا بعشق صوته طيب. وبحبه. طيب